السلام عليكم، مرحب بكم في فيديو جديد في قناتي أم جانا ولؤي. إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب ومتهنيين. جبت لكم وصفة جديدة، مقادير بسيطة كما عودتكم، لكن فضلا وليس أمرا قبل ما نبدأ معكم المقادير، اللي مش مشترك في القناة تروح تشترك وتفعل الجرس باش تكبر عائلتنا، وما تنسونيش بلي جام ولوك دي كومنتار، وما نساوش المشتركات تاعي. احبكم في الله. نبداو على بركه الله. عندي وصفه لحم في اعواد الشواء بلا صوص بلونش او بالكريمه والجبن. مقاديرها بسيطه كيما تشوفوا، عندي كميه من اللحم الفروم، انا ديت قطعه من اللحم ورحيتها في الاشوار، ريحته لي بيان ما شاء الله. عندي بصله مفرومه صغيرة، عندي كمية من معجون الثوم، عندي دبشة وراس الحانوت وفلفل أسود وملح وكمية قليلة من توابل اللحم وملعقة زبدة. بالنسبة للصوص عندي كمية من الماء ولاكخان فخاش اللي قلت لكم أنا نفضل فونديليس نحبها بزاف، وقطعة شاف. في أول مرحلة راح ندير اللحم، راح نتبلو، نضيف له البصل والثوم، وراح نضيف له لي زيبيس اللي قلنا ملح فلفل اسود راس الحانوت وكميه قليله من توابل اللحم ودبشه، ونضيف له ملعقه من الزبده. الزبده دور الزبده هنا راح تعطي له طراوه وما تخليهش ينشف منه، تعطي له بنه هايله. نمزجهم مليح مع بعضهم، بعد ما مزجت المكونات جيدا نحطه في الثلاجة على الأقل لمدة 20 دقيقة باش تتجانس المكونات ولي زيبيس تدخل في اللحم. نروحو للصوص تاعنا، راح ندير كمية من الكريمة الطازجة، راح نكيلها أمامكم، كاس ناطق صغير إصبع، أنا ما فضلت ليش القرعة مازال فيها لكن تعمدت إني ما نعمرش الكاس. نفس الكاس راح نكيل كاس نقص اصبع ماء، ونضيف لهم الحبه تاع الشاف، وراح نتبلو بكميه من الملح والفلفل الاسود. كيما تشوفوا جبت كميه من الملح وفلفل اسود، راح نضيفها لهم ونحطو على نار قليله حتى يذوب الجبن تاعي كامل، يكون اللحم تاعي برد وتماسك مع لي زيبيس والبصل والدبشه. من بعد نديرو في اعواد الشواء عفوا، وتشوفوا معايا التدبيره اللي راح نديرها باش نطيب بها. كيما تشوفوا بديت نشكل في اللحم في الاعواد، طريقه سهله، حاولوا معاه فقط نحاولوا نديروا له اشكال بالاصبع باش يجي شكل كيما الكباب. لهذه الطريقة من بعد كتاب راح يعطي شكل هايل، وتشوفوا الطريقة اللي قلت لكم تدبيرة هايلة باش نطيبوا بها. والتدبيرة اللي قلت لكم عليها، تجيبوا طاجين تاع كسرة عادي، هذا تاع الفخار، ونديروا عليه قطعة من الألمنيوم، ونحط أعواد الكباب على هذه الطريقة. وردوا لي سيبها، وردوا لي بالخبر على البنة والطعم. نخليوه يطيب من الجهة التحتانية، كي يطيب نقلبوه حتى يتحمر خلاص وتشوفوه طاب وتنحيوه. وفي الأخير حبيباتي هذا هو الكباب تاعنا بعد ما طاب بلا صوص بلونش اللي راكم تشوفوا فيها، جات عقدة ما شاء الله، ذوقها هايل، نتمنى تجربوها وتعجبكم. كيما تشوفوا جات هايلة بزاف، تجي بنينة مع هذا الطبق، نتمنى تجربوه وتخليولي
أراءكم في الكومنتار، وإلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله ووصفة أخرى. أحبكم في الله، ما تنسونيش بليجام. سلام.